حاجة كده بتتباع بره غالية قوي. بصوا بالشكل ده كده، بالشكل ده حطينا في الكاسات بتاعتنا وحطينا فيها تلج بالشكل ده كده، وكل اللي انا محتاجاه ازازة عصير بتتجاب من السوبر ماركت. مش عارفة، مش هقدر اقول لكم اسمها، بس اما تنزل المقادير عندي على الصفحة هقول لكم الاسم بتاعها عامل ازاي او اسمها ايه. هحطهولك كده. قبل ما تنزل المقادير بتاعتنا ونعرف هو هيتصب اصلا وهيتعمل على طول في الكاسات بتاعت التقديم، ولا عايز خلاط ولا عايز اي حاجه تاني. معادلنا بتقول ان احنا معانا عصير نعناع مركز بالشكل ده كده، بيتجاب من السوبر ماركت، من اي سوبر ماركت ليه اسم معين طبعا او ماركه معينه، علشان ده اسمه نعناع، نعناع مركز. الازاز بتاعته بتبقى زي ازاز العصير المركزه كده اللي انت لازم تخففيها بميه عشان يديكي تطعيمه حلوه، فهو ده بيتجاب من السوبر ماركت بتخليها عندك الناس اللي بتحب الحاجات اللي هي زي ما بنجيبها من بره بالظبط. معايا 2 كنز مياه غازيه اللي هي البيضه، البيضه طبعا عارفينها اللي هي كده بتعمل صودا. ايوه المكونه من 3 حروف ديت، اكننا مش عارفين ايه هي، اللي هي البيضه. معانا كمان ايس كريم فانيليا، ومعانا مكعبات ثلج. اكتر من كده مش عايزه، اكتر من كده مش عايز. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنمسك كده مكعبات التلج وهي محطوطه، وهبدا ان انا اصب كده المياه الغازيه اللي هي البيضه. وابدا ان انا اروح عامله كده شايفين انا بصب منين؟ من الحرف خالص علشان يديني التركيزه اللي في الارضيه. بالشكل ده كده بصوت. انا عارف. العصير بتاعنا خلص. اذا انت خلصت العصير؟ اه والله خلص. كل اللي انا محتاجاه راح عامله كده. بإيه؟ بإيه يا حمدي؟ آه من المشروبات الهضمة جدا. بالشكل ده كده. على فكرة محدش يقول إزاي الآيس كريم مع المشروب بالشكل ده كده، صدقوني هايل هايل هايل. لما بتيجوا بقى بتبداوا ان انتوا تشربوا المشروب وتروحوا في الاخر كده يكون الايس كريم بقى بدا ان هو ما بيسيحش، على فكره لان المكعبات التلج بتحافظ على السقعيه بتاعته شويه كمان. بالشكل ده كده ونجيب نعناع الجنينه كده بالشكل ده. متهيألي مفيش احلى من كده ممكن تعملوه في البيت. يا سلام بقى لو عندكم ضيوف في الحر اللي احنا فيه ده، ربنا يا رب اللهم اجرنا من نار جهنم يا رب، فتحسوا ان في حاجه مختلفه بتحصل في، انتوا عاملين عظمه انا بقول لك نعناع الجنينه. بالشكل ده كده حاجه هايله وتحفه ما شاء الله عليها. كوسترات فين؟ اه كده عملنا ايه؟ عملنا 4 عصاير مرطبة ومنعشة وترطب على قلبنا في الحر اللي احنا فيه.